مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني فرنسا تعتمد مبدأ الدبلوماسية الصادقة التي يعني تحاول دائما إنقاذ يعني حالة السلم الموجودة في أي بلد في تلك المنطقة، خصوصا نتحدث عن الشرق الأوسط، وبالتالي هي تعمل دائما للدفع باتجاه مفاوضات لإيجاد حلول سلمية لكل المشاكل التي تعاني منها يعني تلك المنطقة. وفي النزاع أو في هذه في يعني النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، فإن هناك يعني هناك دول ضحايا في المنطقة. نذكر على سبيل المثال لبنان وسوريا والعراق أيضا، وهي يعني تحاول فرنسا أن تخرج كل هذه البلاد بأقل الخسائر من هذا القتال المستمر بين الولايات المتحدة وإيران. وبالتالي كان اتصال الرئيس الفرنسي اليوم بالرئيس الإيراني الجديد هو لإيصال رسالة مفادها بأن على إيران العودة سريعا إلى طاولة المفاوضات دون أي تأخير، وأيضا لإيجاد حلول في لبنان مثلا الذي وصل إلى شفا الانهيار. ومطالبة الرئيس الإيراني لفرنسا خصوصا بحفظ حقوق إيران في أو خلال المفاوضات، هذا بسبب أن الإيرانيين يعرفون جيدا أن فرنسا في فترة الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 وحتى انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق، وربما بفترة أيضا ما بعد انسحاب الولايات المتحدة إلى أن بدأت تتخلى إيران عن التزاماتها في هذا البرنامج، كانت فرنسا دائما تحفظ حقوق الإيرانيين، وهي ساعدت برفع الكثير من العقوبات التي كان يفرضها حتى الاتحاد الأوروبي وإن كان مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، وأيضا يعني ساعدتها حتى بتطوير البرنامج النووي نفسه السلمي الذي كان يخضع لمراقبة المفتشين. طيب هنا نتساءل نتحدث عن ما قالته طهران تحديدا بأنها لن ترضى بأقل من بنود الاتفاق النووي، إضافة إلى ذلك قال الرئيس الإيراني الرئيسي بأنه لن يدخر حتى جهدا لرفع العقوبات المفروضة على إيران. بالتالي نتساءل في ظل اليوم التحركات الإيرانية إن كانت في المنطقة إن كانت في مياه العرب ولنقل حرب الناقلات، ما يحصل في العراق، ما يحصل في سوريا، ما يحصل في لبنان، والمناوشات والتصعيد الأخير بين حزب الله وإسرائيل، حتى كيف سيتم ذلك؟ يعني هل من الممكن في مكان ما أن تضع طهران شروطها هي اليوم ويتم تنفيذها من جانب إن كانت الدول الموقعة وحتى الولايات المتحدة؟ يعني إيران تعرف أن المفاوضات هو اليوم، يعني أعود إلى التصريحات الإيرانية بعد الاتصال الهاتفي بين ماكرون ورئيسي. نعم. رئيسي قال بأنه يريد العودة للمفاوضات وهو ليس ضد مبدأ التفاوض، وبالتالي هذا استعداد للتنازل، لأن المفاوضات ماذا يعني أن يأتي طرفان إلى المفاوضات؟ هذا يعني أن كل طرف مستعد لأن يتنازل قبل أن يحقق ما يريد. وبالتالي يعرف الرئيس الإيراني جيدا بأنه عليه أن يقدم تنازلات اتجاه كل تلك الأزمات في المنطقة التي أثرت حتى على الاتحاد الأوروبي كالأزمة السورية مثلا، أو حتى في العراق وحالة الاضطراب السياسي والأمني الذي تعيشه بغداد، وأيضا بفترة ما لم يستطع الجيش العراقي مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، نتحدث عن عام 2014 ومحاصرة تنظيم داعش لبغداد. إذن تعرف إيران أن عليها أن تقدم تنازلات هي أولويات بالنسبة للاتحاد الأوروبي كحفظ الأمن في تلك البلاد، نذكر لبنان وسوريا والعراق خصوصا، وأيضا
تعرف أيضا الدول الموقعة على الاتفاق النووي، نتحدث عن الدول الكبرى، بأن عودة إيران إلى الاتفاق النووي هو أفضل من عدم عودتها والذهاب إلى يعني إلى مواجهات وإلى يعني ما لا يحمد عقباه، كحيازة مثلا إيران على قنبلة ذرية وما إلى هنالك، أو تأزم الأوضاع وانفجارها في المنطقة في الحدود الجنوبية للبنان أو في سوريا وحتى في العراق. نعم، أشكرك جزيل الشكر على ما تفضلتم به من إيضاح ضيفي من باريس الصحفي نبيل شوفان.